وإلى أحوال الطقس في هذه الجولة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.